بالنسبه لنا في الجبهه جينا اليوم باش نتواصلوا مع الراي العام لابلاغهم مواقفنا بخصوص قانون الاضراب وقانون ديال التقاعد والتاكيد على تشبثنا بوجوب يعني فتح نقاش وطني حول النقطتين هذ المحورين الاساسيين. علاش نقاش وطني انطلق بعد اساسا من ضروره التاكيد واش كاين ضروره بعد لتقنين الاضراب. اعتقد وهذا يقين عندنا هو ان ليس هناك ضروره تقنين الاضراب بدليل اننا من 1962 وحنا ما عندناش هذا القانون ديال الاضراب وما شفناش شي ظاهره ما شنو وقع في المغرب. في غياب هذا القانون كاينه قوانين اخرى تؤطر المجال العام، تؤطر الحياه العامه وتؤطر الحريات العامه. دونك واش كاينه ضروره باش يكون عندنا اساسا اصلا قانون ديال الاضراب؟ لاسباب تاريخيه انتم عرفتوا دابا بانه ليس هناك ضروره. السبب الثاني هو ان عدد الاضرابات في المغرب قليله جدا مقياسا على جيراننا لا في الشمال ولا جيراننا بشكل عام. قليله جدا، وزاره ديال التشغيل كتهضر على حوالي 300 اضراب سنويا وهي كلها اغلبها اما كدار لاسباب كتعلق بتطبيق قانون الشغل وفي الغالب الاجور، واما كتكون لاسباب كتعلق بالتراجع على اتفاقات. وانتم كتعرفوا ان اتفاقات وقعتها الدوله وما تمش تنفيذها طيله 20 و25 و30 سنه، واما كتكون لاسباب ضرب الحريات النقابيه والحق في المفاوضه الجماعيه، بمعنى لقضايا تيمكن من خلال تيمكن باراده ديال الاطراف اللي هي الدوله والمشغلين والباترون انها ما تنشبش نزاعات وما تكونش اضرابات. ولكن كاينه غايات اخرى، اذا ما كانش هناك داعي موضوعي التقنين ديال الاضراب، لماذا هناك اصرار على تقنين الاضراب؟ الغايه هي تكبيله. وهذه الهضره ماشي كنقولوها جزافا، كنقولوها انطلاقا من قراءه النص اللي كاين في البرلمان منذ 2016. هذا النص اجمعت كاع الاطراف بما في الاطراف الحكوميه على انه نص تراجعي ورجعي، الغايه منه هو تكبيل الاضراب. مزيان، ملي حصلت هذه القناعه عن الطرف الحكومي التجأت الحكومة والباترون المناورة أخرى هو إعادة تلبيس هذاك القانون لبوسات يعني خفيفة، ولكن مع الحفاظ على جوهره التكبيلي للإضراب اللي غنعرفوا بعض التفاصيل ديالو في هذه الندوة. الحكومة اليوم من بعد 13 سنة على صدور الدستور ديال 2011 أنها كانت دائما كتكلم أننا خصنا أننا نناقشوا واحد الحاجة سميتها قانون الإضراب والنقابات، قانون الإضراب والنقابات 13 سنة، وأي حكومة، الحكومة السابقة والحكومة اللي سبقتها والحكومة الحالية يعني كنسمعوا الأيام القليلة المقبلة، الأيام القليلة المقبلة، الشهور المقبلة في نهاية هذه السنة، وحنا هذه هي الحكومة يعني مرت عليها سنتين ونصف، وأننا هذه القوانين كنا كنقولوا بأن يعني الدول الديمقراطيه والدول اللي كتحترم نفسها انها كتناقش واحد ثلاثه ديال القوانين اللي هما ثلاثه كيكونوا مجتمعين، هو قانون ديال الاضراب وقانون ديال النقابات وقانون ومدونه الانتخابات. حنا اليوم كنتفاجئوا بان الحكومه قالت لنا غادي تخرج لنا قبل نهايه هذه السنه قانون ديال الاضراب، وفين هو قانون ديال النقابات؟ واش حنا اليوم ولا بدا اننا نبداو نشكوا بعضياتنا ونبداو نناقشوا؟ وهذا القانون للاسف عتيني ديال الاضراب اننا يعني ما خرجش واحد المسوده، لان باش تكون واحد الراي عام وطني كاينين هناك متقافون، كاينين هناك قانونيا، كاينين هناك نقابات، كاين هناك نقابات اللي نقولوا رسميه وكاين نقابات اللي مستقله، انها هي خصها تدخل في هذا الحوار هذا وانها تناقشوا. ولكن للاسف كنشوفوا اليوم الحكومه كنتفاجئوا بالتصريح ديال السيد رئيس الحكومه يعني في الاسبوع الماضي قال لك بانه قريبا جدا. هذا قريبا جدا حنا حيت قريبا جدا سمعناها بزاف ديال المرات يعني، ولهذا كنظن بان ما كاين لا قريبا جدا ولا هم يحزنون، ولكن اللي كنطرحوا حنا بكل مواطنه وبكل يعني مسؤوليه كنقولوا بان خص هنا يكون واحد النقاش عمومي، لاننا حنا باش نبداو نسترقوا السمع واننا نقلبوا على الماده 3 ولا الماده 4 اللي هي هذه تكون تكميم الافواه ولا لا دستوريه، ونقولوا عاتيني بالنسبه لنا الماده 13 والماده 14 انهم هي اذا كان اضراب يعني ديال واحد الملف الطلابي ديال السنه، واذا ولينا حنا اللي حنا خصنا بالنسبه للمجتمع والمواطن انه كيطرح السؤال علينا يعني حنا باش نجاوبوه مثلا على عده تساؤلات، حنا ولينا حنا براسنا كنقلبوا على مثلا فينا هي المسوده ديال هذه القوانين هذا. ولهذا اليوم حنا كنقولوا
يعني ما بغيناش داك الكارثه ديال باش نمشيو للموضوع الثاني هو ديال التقاعد. حنا كنقول للنقابات يعني تكون وطنيه ان هذيك المهزله ديال التصويت ديال 2017 المواطن راه كله عنده هذيك المهزله ديال 2017 باش يكون واحد يعني ما يقارب من 90% كلهم معالي انها اللي غائب هاللي مثلا امتنعه هاللي حضر هذوك كلهم كيتسموا كانوا مع داك القانون ديال 2017. ولهذا حنا كنخاطبوا اليوم كنقولوا الله يكثر خيركم النقابات كونوا وطنيين، حنا ما هنتزادوش على المواطنه وما هنتزادوش على شيء اخر، وشكرا جزيلا.